انتوا لوين راح توصلون؟ هي تيران بلشت من الصفر. الله يخليكم بس، الله يخليكم بس. اللي صار قبل 3 سنين بالكويت انتهى السالفة. أمني 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 أمني. سكر حسابي، شنو استفدت؟ ثاني شغلة، إن شاء الله راح يرجع، وأنا إذا عندي أغلاط إن شاء الله راح أعدلها. من اليوم الرايح ما أخلي أي وحدة تتصور وياي أو تيب طاري تنشر على أفاي، بس شهرت وايد ناس أنا. خلاص اكزرت، اللي يدوس لي على الطرف عادي، لو يصير فيني أي شيء، بس أهم شيء أنت تطيحين أو أنت تطيح. يلا سلموا على أهل.